il faudrait qu'on fasse Maya. سلام عليك ياسين. العز كان دريد زريبة. كان دريد زريبة الله يجيكم الدرب. عزيزي المشاهد، قبل ما نكملوا الحلقه ديالنا ونشوف ردة فعل، خليكم مع سبونسر ديال الفيديو هو نيكستبيت، اللي من بعد ما كتسجل فيه بهذه الطريقه وكدير هذا الكود برومو اللي كيزيد لك 1300 درهم في حساب ديالك. من بعد اول ديبوزيت ليليان والكود برومو غتلقاو في اول كومونتير. شرح اكثر على نيكستبيت في انستغرام ديالي. كيف ديما غتدوا مولاي بوسلام، حنا شنو كنعرفوا عليها؟ كنقصد كريسا جوج شفره. كما كنقول لكم خلينا نهضروا اللي كنسمعوا. انا شخصيا داكشي اللي سمعت على مولاي بوسلام هو اللي خلاني نجي ندير هاد التجربه ونشوف واش بصح داكشي كيتقال عليها ولا الناس ديالها. كما العاده غندور في مختلف البلايص في مدينه مولاي بوسلام ومخرج يدي من الطوموبيل وكنشوف شكون اللي يقدر يزعم ويهرب ليه به. ومن هنا تعزيزي المشاهدين، اللي جيت تبحر في مدينه مولاي بوسلام تعرف واش تمشي نورمال ولا سد عليك الزاد. المهم ما نسبقوا حتى شي حاجه، تنبداو التجربه ديالنا. خليكم مع الفيديو كيف ديما غتسدوا. لا دونك على بركه الله غادي نبداو الحلقه ديالنا. التليفون ها هو بوشيطه، ها هي التليفون. واش غندير التجربه ديالي هو هذا، ها هو موج بوشيطه اخوت، ولكن راه تيبان فهمتيني، تيبان بحال بصح هكا فهمتيني. اصلا التليفون اللي كنت كندير في التجارب الاولى راه ماشي فري، شحال من واحد يحسبه بصح. لا صاحبي، المهم نبداو الحلقه ديالنا. تسدوا وانا غادي حتكونوا سمعتوا الناس كيقترحوا عليا الكرا، كاين الناس كيقلبوا تيعرضوا عليك باش الا بغيتي تكري شي ابارتمون. هذا شنو بالكم تستهدفوا شي واحد فيهم؟ ندوزو حدا صاحب التريبورتور ونشوفو واش غيديو لنا التليفون، غنفوتوهم ومن بعد نوقفو لهيه. نوصل تبكي عليا، تعال عدي صحي الناس ديال بوسلام. والله اللهجه ديالو كتعجبني، كتجي بحال الناس ديال مراكش. شوف هذا راه بالمتابعين ديالك، هادو هما الناس اللي شفتو معايا في اول لقطه واللي ردوا لي التليفون ديالي. هذا ما كاينش اللي يدير لك شي حاجه. الله يكبر بك اخويا، راه باين باين لك الكوشيطه ديالك فاش غادي يدك نهار كامل. هانتوما ما غايديوش. جوج دراري واحد اخرين ما ديناش والله العظيم. بقيت غادي جنب هاد السيد حتى سمعتو كيعيط ليا وانا نوقف فاش وصل لعندي بدا كينصحني ندخل التليفون ديالي وانا نسولو علاش قلتي هكا. خولوني انت ولد هنا؟ لا مشهود هنا. ايوا اسكت. شوف ما عمرك ما تاخذ فيك راه غلط، انت ما عرفتش فهمتيني. انا غير قلت لك اخويا نصيحه لله وانا ننصحك عاوتاني. مرحبا. ما كاينش صفره هنا دونك ما تاخذش فيك راه الصاط. اسمح لي اخويا. اسمح لي نتايا الدراري. الناس شتي تنقول لكم الناس واخده فكره غلطه، ماشي غير على هذه المدينه، بزاف ديال المدن فهمتيني، وهذا هو الهدف من التجربه هذه. كما قلت لكم الناس ماشي من المدينه واخدين فكره غلطه على هذه المدينه. اجيو نسولوا ناسها اللي ساكنين فيها يهضروا لنا على الكريساج والامل في مدينه مولاي بوسلام. الامن والامان في مدينه مولاي بوسلام. السلام عليكم. بالنسبه للامن والامان هذا الشيطرون كاين، ما كاين حتى شي حاجه، ما عندك مناش تخاف. ها بحال هو جنايا، ها هو تقريبا جانا، ها هو الناس جالسين هانيين بخير بخير، الدنيا هانيه، ريح تما وخد قيتل حتى الصبح تما مع البحر. ما كاينش ادي الناس ماشي فحال فحال، كاين شي ناس باساجي كيدخلوا هنايا هما اللي كيوسخوا هاد البلاد هادي. اما الناس هنايا لا عمر لهم الدار، تجي في الشتا تجي في الصيف ما تجيش، الدنيا زواوي. الله يحفظك الله يحفظك. خويا كنقول للناس باللي مولاي بوسلام عنده بحر، واحد لابلاص احسن بحر تبارك الله. بالنسبه
طنجة، المهدية، السعيدية، الرباط، هذا هو أحسن بحر، تبحر في جميع البحور. ولكن بالنسبة للبحر تيعجبني بزاف، ولكن المدينة اللي حنا فيها مهمشة. الطريطورات تشوفهم كيفاش دايرين، والله تمشي تيبقى تمشي في الشانط أحسن من الطريطورات. نرجعوا للسؤال الأول ديالنا، مولاي أبو سلهام في الأمان ولا لا؟ كنظن كيما الحلقة اللي دازت اللي ما شافهاش يدخل يشوفها، أمان راه كاين في مدينة أبو سلهام وتقدر تمشي عادي وخرج يديك من طوموبيل. شوف إلا كنتي كتفكر جهة الصيف مولاي أبو سلهام فارق ما غاتندمش، حيتاش كاين ما يتشاف وكاين المعاملة مع الناس. ونتعلموا من هذا الفيديو ما ناخذوش فكرة على شي بلاصة غير من طريقة عندك شي سامعين فيها. من غير هذه التجربة ديالنا، إلا عجبتكم بارطاجيوها. وهذا سلامة.